عملية تكميم المعدة الناس كتير قوي بتجيلي العيادة تسألني، فأقول لهم احنا بنشيل 70-80% من حجم المعدة، فيقولوا لي طب ما ينفعش 50، ما ينفعش 60 يا دكتور، اصلا مش عايز اخس جامد. لا يعني تقنيا الموضوع مش ماشي كده، تقنيا الموضوع ماشي زي ما بشرح لكم كلكم، انه احنا بنحتاج في عملية تكميم المعدة نشيل الفندس الجزء الفوقاني خالص للمعدة، ونشيل جزء كبير من الانترم، ودول الاثنين لما بيتشالوا بيساعدوا جدا في الخسسان، لان هما من اكتر الاماكن اللي بتخلينا نبقى جعانين. طيب لكن فعليا بعد كده اللي ينفع يتعمل ان انا بحط ما يسمى البوجي او المقياس، ده بيتحط هو نفسه في المعدة اللي هتتساب، بيحس ابقى مطمن انه اللي انا هسيبه جواك مساحته معقولة تخليك تقدر تاكل وتشرب بدون ما تكون قليلة زيادة عليك. فاللي بيحصل ان انا بحط ده جوه المعدة نفسها، وبعدين بسيب حاجة بسيطة جدا جنبي بحس ان الدباسة بس تبقى مرتاحة وهي بتقفل، وبتكون النتيجة النهائية انه دي المعدة بعد ما تشالت كلها. وبكده نكون خلصنا عملية تكميم المعدة، كده شلنا 70-80% من حجم المعدة، وتبقى 20% من الحجم بس. ده منظر المعدة بعد ما طلعت. مهم جدا لما نشوف المعدة بعد ما طلعت انه فيها الفندس فوق متشال، والانترم تحت متشال ومقفولة تماما، لانه الدباسة بتقفل المعدة يمين وشمال وتقص في النص. لكن ده منظر المعدة زي ما بنطلعها من الجسم نفسه. شكراً.